السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، في حالكم؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولايك للفيديو. وصلنا لأعلى المستويات، أطراد اسمك للمامات، أطراد اسمك للمامات، فتحنا ثلاث قنوات، مشينا في طريقنا. فرانك من أهم الشخصيات التي تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقعها للزلازل التي ضربت سوريا وتركيا وما زال مر حتى يومنا هذا. وأهم المعلومات عن فرانك، اسمه الكامل هو فرانك هوجريبتس، مولود في هولندا، مواليد 17 يناير 1961، يعني العمر 62 سنة. بالإضافة إلى ذلك أكمل فرانك تعليمه الجامعي في علم الزلازل، لكن حتى يومنا هذا يواصل دراسة هذا العلم. بالتأكيد يعتبر من أشهر الخبراء والعلماء في مجال علم الزلازل. وشكرا على المشاهدة أصدقائي.